والله يا اخوي الاوضاع هون مأساوية ماكن فما بتتصور، والاهالي مرعوبين ماكن بسبب القصف بالمدفعية وبالهاون وبالطيران الميج والحربي. يا اخوي هاي بسبب الطيران بناية 5 طوابق نزلت على الارض، والجثث لحد الان تحت الانقاض ما عم نحسن طالعة. شوفت عينات. تفضل اخوي، تفضل قرب معي. هدول كم بناية نزلوا؟ 4، 1، 2، 3 وهي الرابعة، 4 بنايات وهي بقيان 2، 1، 2 هي 5 مداخل. 5 مداخل. 6 مداخل. 6 مداخل. ايوه، 2 تموا و4 ضربوهم ببراميل من حوامة نزلوا فوق على الأرض، نزلت الطيران على البناية. صار كم يوم عم الجسس؟ هلا صار السادس، دخلنا بالسابع، اليوم السابع، انضرب يوم الأحد الظهر الساعة 11. يوم الأحد نزل أخوي اشترى خبز من هون رفطة، وهو دخل البناية، دخل فتح باب صاوة ونزلت البناية، ضربوها فجروها بالطيارة هاي الحوامة الشرموطة ابن الأحبي. هذا الطيارة، هذا ما من ظهر أبوه، هذا من ظهر خاله. هنا أنا أبوه وولادين الأحبي. لا، وهي صورة أخوي هلأ طالعتها من تحت الأنقاض، صورها. هذا اللي قتل هون، شاب هو، هذا أبو علاء. طلعت جثة عمه؟ ما طلعناها لسه، تحت الارض وكي طالع ريحتها. هلا انا كنت عم بشتغل بالفعول، في فوق ال50 جثة، وفي هنيك 22 جثة هربوا من الفرن، كانوا واقفين على الفرن عم ياخذوا خبز، لما طلع الطيران التجأوا تحت البناية نزلوا وفقوا. الله كبير، الله كبير عليك، الله كبير عليكم.